أيام قليلة تفصل نقابات التربية لتسوية وضعيتها القانونية أمام وزارة العمل حول شرعية تمثيلها من عدمه من خلال التعليمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة قبل شهر من الآن حول ضرورة إعادة إحصاء النقابات الناشطة ووضع شرط نسبة 20% من التمثيل النقابي لكل نقابة، أمر أسال العرق البارد لممثلي الطبقة العمالية. قالوا لنا 31 مارس، ولكن لماذا 31 مارس بالدقة؟ لماذا هذا التضييق؟ نتساءل لماذا هذا التضييق؟ عندما نقول إذا ما عندكش 20% ليس لك حق للنشاط، هذا خطأ، هذا يتناقض مع القانون العمل. الإجراءات التي انتهجتها وزارة العمل لكبح جماح إضراب النقابات بدأت تؤتي أكلها، خاصة وأن نقابات التربية لم تفلح لغاية الآن في تسوية وضعيتها. الجانب القانوني ما نشعر بين منه، الفامبورسو ما كاش نقابة عندها الفامبورسو، الإضرابات كنا نخذوها بلا وجود لاغريمون، كنا عندنا قوانين اللي كنا نستعملوهم الكوليكتيف دي ترافايور. لكن فيما يخص النسبة اللي يتكلم عليها وزارة العمل، كي نحن نقولوا شرعية الطالب هي اللي تفرض نفسها. لغة التحدي ميزت خطاب نقابات عمال التربية لوزير العمل نحو مواصلة نشاطها النقابي، واصفة إجراءاته بأنها غير قانونية، خاصة وأنها تنتظر جلسة عمل مع وزيرة التربية بداية أفريل الجاري. التمثيلية هذه بالنسبة لوزير العمل هو نزوة عابرة، نهار اللي تنفح له يجبدها. وعندنا منذ سنوات وحنا ننشط، ما لهما غير قانونيين إذا رام يتكلموا مع نقابات غير تمثيلية ومنذ سنوات بدون التماس، بدون ليه أصلا تفاوضنا على أساس المطالب. المطالب هي اللي تفرض نفسها، وميزان القوة هو اللي يفرض نفسه. إذا كان وإحنا ما صرنا مع القوانين، احترامنا للقوانين نبع من شرعيتنا ومن شرعية مطالبنا. الجهاز التنفيذي يحاول لي ذراع المتسببين في الحركات الاحتجاجية التي تمس قطاعاته الحساسة، والنقابات تبحث عن منفذ. وبين هذا وذاك، الأيام وحدها من تبين الخيط الأبيض من الأسود من هذه الإجراءات.